صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير وكل ما هو جميل. كثير البنات كلشي بخير، امور هانيه، صحتكم لاباس ان شاء الله، تكونوا على خير وبخير ومرتاحين. المهم البنات، بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا، ديما كنبغي نذكركم، راكم عارفين كنبغي نجيب لكم حاجه اللي زوينه والحاجه اللي كتكون موثوقه وكتكون 100% فيها ما يداري. ديما البنات غزاله من الدار، الناس ديال اوروبا، اوروبا فقط، اوروبا فقط، الناس اللي محسوبين على اوروبا يتواصلوا مع السيده مالك الله يعمرها دار، خدمه بروفيسيونيل، خدمه زوينه. واللي زوين في الامر انه البنات راه خدمه مرسمه. بعض المرات البنات كيسولوني في لي كومونتير اسيا واش هاد الخدمه زعما واش مضمونه، واش مزيانه، واش البنات راه بالوراق، يعني راه مسجله في الدوله انها راه خدمه، يعني راه شركه كبيره كتخدم الناس من جميع انحاء العالم، من جميع انحاء العالم، الناس اللي ديال اوروبا. فما يمكنش ما غاداش تكون خدمه مزيانه، اكيد راه مرسمه، ومنين كتدخلي معاهم كتولي بوريقات، يعني الدوله تتكون عارفاك انك خدامه. هذا هو اللي كاين. والجميل في الامر انه من الدار ديالك كتحقي ارباح اللي طائله وزوينه، قد ما اجتهدتي قد ما كتدخلي مزيان. ماشي اوريفلام كنقولها لكم، ماشي افون، ماشي الخدامي الاخرين، حيت الناس كيكون عندهم تجربه مع الخدامي باغيين شي حاجه اللي جديده. فهذه خدمه غزاله البنات، خدمه اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. غنخلي لكم النمرة هنايا، تواصلوا مع مالك. راه كنقول لكم السؤال فابور، سؤال فابور، ما غتخلص عليه لا حتى ريال، دخلي وسولي مع راساتك ويكون ان شاء الله خير. ما تعرفي ربي يجيب التيسير من هذه الخدمه هذه، وديري لاباس ويولي عندك العاقه. وناس البنات، راه الاخت مالك راه تبارك الله راه عندها بيبي صغيور وخدامه، يعني هي تبارك الله كترأس واحد ليكيب كبيره والحمد لله امورها ماشي على خير، يعني الاموال تبارك الله داخله خارجه. وبالنسبه للبنات اللي دخلوا معها اللي جاوا من عندي، راه تبارك الله حقوا ارباح. نخلي لكم هنا في السكرين باش شوفوا المداخل ديال هاد الشهر هذا، انا كنجيب لكم الجديد ديال هاد الشهر هذا شحال دخلوا تبارك الله. شتو هنا البنات، وحده دخلات 559، هذا راه قلت لكم ديال شهر ماي، وحده دخلات 802 اورو، وحده دخلات 932 اورو، وحده دخلات 476 اورو. هادو بعض البنات من البنات بزاف. بالنسبه للبنات لهاد الخدمه هادي، انا ما بغيتوش دخلوا وسولوا، راه السؤال قلت لكم فابور ما غتخلصوا عليه حتى ريال. وتبارك الله راه البنات راه كيدخلوا الاموال تبارك الله، راه من دارهم خدامين على راسهم، واخا تيبلاصاي في اي بلاد كنتي كتبقاي خدامه من تليفونك. وبالنسبه للبنات لهاد الخدمه هادي اللي غيعجبكم فيها انه واخا تيبلاصاي في اي بلاصه، صافري ولا داكشي من تليفونك كتبقاي خدامه، ديال حاجه اللي رائعه جدا. دخلوا وتشاوروا مع الاخت مالك، راه غتكوتشيكم، توريكم، تتبقى معاكم، لا يهم مستواك الدراسي، منين ما كنتي، منين ما جيتي، شحال ما كتعرفي مستواك المعرفي قد ما كان، يعني شحال ما كان زعما غيمكن لك تدخلي مع الاخت مالك. سير والله يسهل عليكم، وقولوا ليها راه بغينا نسولو، بغينا نعرفو، هي غتشرح لكم، ما كتبخلش على البنات الحمد لله. ايوا البنات خليكم معايا ان شاء الله نكملوا هذا الفيديو مع بعضياتنا، خليكم معايا. لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، الامور هانيه، صحه لاباس ان شاء الله، كاع تكونوا على خير بخير ومرتاحين ومهنيين وصحتكم مزيان. اهم حاجه الصحه، الصحه الصحه الصحه، قبل من الفلوس وقبل من اي حاجه، الصحه 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 البنات، الصحه الله يعطيكم الصحه، واللي مريض ليكم الله يشافيه والله يخلي لكم الوالدين ديالكم، قولوا امين. بالنسبه لواحد الحاجه، واحد الحاجه البنات، هاد الطناجري باقيين محطوطين ديال البارح، باقيين محطوطين. انا ديما ملي كن دابا راه خاويين ولكن باقي ما مغسولينش، يعني كنخليهم حتى للصباح، داكشي راكم عارفين العيا والعشاء والروينه كحله، ولكن ملي بديت تجرى ما جاتش. اول حاجه غنهضر لكم على حاجه، ها هي نوريكم شنو وصل لي، شي حاجه تعرفتي صراحه، واحد الجانب زوين وواحد الجانب خايب، باش نكون معكم الصراحه. انا عندي عارفيني كنقول لكم الصراحه، وغنقول لكم شحال خدا داكشي ديال الوقت، لانني لا احب الانتظار، اكره حاجه عندي، خصوصا شي حاجه عجبتني تعطلات كنكرهها، ما كنبقاش عندي، ما كتبقاش عجباني. هنايا اول حاجه البنات، باش نبرك راكم عارفين العنوان داكشي، تيبقى شي حاجه لي بيرسونيل، بعدا نوريكم لاداط. ها يلا وصلات، يلا كتبقى باينه. اول حاجه ها هي من عند السبيطار ان اتش اس. هنا البنات غادي تشوفوا، سبحان الله طلعت هذه ضرتني الكلوه سبحان الله. ايرز داي 23 شهر 6 مع 9 الصباح، عندي موعد هنا، شوف غيبان لكم الاكس راي. الاكس راي البنات هو هذاك اللي كتدخلي كامله، هو اللي داروا لي على ودي الكلاوي، يعني كتدخلي كامله كتشكي
كتدخلي كامله. ديجا دخلت فاش كنت مشيت على البلان ديال الكلاوي الحجر في الكلاوي، وغادي يديروا ليا الاكس راي عاوتاني باش يتاكدوا واش باقي. وعندي حصه اخرى، اي ورقه اخرى هنايا عاطيني هاد الورقه، المهم دايرين فيها شحال الشهور وحاجه وداك الشيء. ديري ليا انني عندي موعد في نفس الوقيته، يعني موراها بنص ساعه، ديري ليا موعد مع الطبيب باش غادي يفحصني ويقول لي الحاله ديالي اشنو كاين اشنو ما كاينش اشنو عندي شنو ما عنديش، كيفاش دايره الحاله كيفاش ما دايرهاش، هذا هو اللي كاين يعني باش نطمئن. علاش هذا الباسل هذا وصلني من من هذا شو يقولوا ليه، وصلني من شيئين، ولكن بصراحه شحال وانا كنتسنى فيه بلاتي نقدر نقول لكم 15 يوم صراحه. ما كنحملش الانتظار 15 يوم، جاتني قاصحه عزيز عليا الحاجه نشوفها توصلني في 3 ايام 4 ايام كاع، خصوصا شي حاجه ديال الحوايج. قلت الحمد لله انني ما شريتش في دقائق التسعين كره. خديت هاد البركيني على هاد الشكل هذا، شحال غزال يا البنات، شوف بحال هكا كم، يعني عندك لو شوا كيفاش تلبسيه. راه اصلا شي حاليا شوفوا سبحان الله، يعني قبل كانوا كيقولوا البركيني بحال زعما استيليرو في شكل، وكيبداو يعيبوا فيه راكم عارفين، كيبداو يعيبوا فيه واش كيف شكل وكيدير وكيشتروه. راه الكاورياش دابا قسما بالله ولاو كيعوموا بحال هكا كيلبسوا هكا، هادو ملي ولاو خارجين دابا طوندونس سمعتوا البنات، كيلبسوا مايو بحال هكا كم وتيكون هكا على هاد الشكل هذا من التحت. فهذا البنات شوفوا كيفاش داير بحال هكا، وهنايا عنده السروال ديالو. بغيتي تلبسي السروال هي هذيك، ما بغيتيش تلبسي السروال كتلبسي معاه غير هذه في 3 بياس في هاد الصايه هذه ميني جوب. الحاله دي ديجا كنت خايده لماما الله يرحمها واحد من هذا من شيئين زوينين البنات، عرفتي فنين بالفولار ديالهم وبكلشي بالبوني ديالهم وبكلشي. انتما البنات كتلبسي هذا كتضربي معاه السروال وكتلبسي معاه هذا، دابا نقيسو ونوريكم كي غايجيني حتى نسالي ونقيسو. كتلبسي معاه هذا، البنات اللي ما باغيينش يلبسوا السروال كتلبسي معاه هذا. هذا راه كيجي لهنا، نتوما شوفوا البنات هذا راه كيجي بحال هكا والله ما يغرني الشيطان لبس هادو. كنت نجي نشوفو لي زاكسيسوار لي وصلونا، حاجه هاي 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 هادشي زين هادشي. اول مره غناخد عندهم لي زاكسيسوار صراحه كيقولوا عندهم زوينين. ها نتوما شوفوا البنات شوف، والاشمنه ديالهم مناسبين نكذب عليكم بحال هذا هلا واسكستك هلا واسكستك. هنايا ماشي نوريكم حاجه اخرى، خديت داكشي ديال الرجلين راكم عارفين مع الصيف تلبسي سنايدلات هذا كيعجبوني داكشي الصراحه. ويلي 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 عندك شكون مقطع لا لا صافي. هادي ديال الرجلين البنات شوف كدار في الرجل كتسدي بالصمطة بحال هكا كتجي على هاد الشكل هذا، شوفوا شحال زوينه البنات واو الله يتواعر بالله بحال التصويره بحال هكا شي باش كيعجبوني. وهادي ديال التوب ايوا هنا البنات هنا يا اختي فيها ثلاثة والله هنا. شوفوا هنايا فراشات فراشات، هنايا هادي فيها فراشة وحدة كتلبسو بثلاثة ولا بغيتي تلبسي غير وحدة. هنا فراشة عاوتاني في الغوز، وهنايا مكتوبة انجو. باقي شي ولا مازال ولا سالينا باقي وحدة زوينة تبقى شيشة. واخا انا راه كنبان لكم ما كنلبسش لي زاكسيسوار دابا دوت نشريهم نسلم عليهم ما لقاهمش، ما عنديش معاتي بزاف غير كنشري بالشوق بالشهوه وصافي. شوفوا هادي هادي هي ديال الرجل انا البنات صراحه غزالين انتم الشوق كدور على الرجل كامله. اللصق هادي صراحه هادي حمقتني بزاف البنات، عرفتي التوب ديالو واعر يعني غزال، ماشي داك التوب ديال اللصاق وهذا لا، عرفتي التوب غزال غزال غليظ وزوين كيبان يعني ماركه مزيانه. شوفوا انتم نحيد عليا البنات غير هاد الروينه هادي ونقيس داك البركيني ونوريكم كيفاش تيجي. اول مره الصراحه غنلبس شي حاجه فحال هكايا لانه
باش كتبقاي تلبسي تقي 16 وهذا داك العام كنت بغيت ناخذه، ولكن كنت عارفه غادي يوصلني معطل، لانه انا عارفه الشيء ان في هذاك الشيء زوين ولكن كيتعطل الصراحه. الا كنتي مسافره ما تاخذيش منها مع كتاخذي واحد الموده على شي ساعه باش يلا داك الشيء بعد المرات تيتعطل، بعد المرات تيوقع واحد المشكل في داك الديليفري. ايوا هنايا نغسل المي علاش بعدا نحيدهم عليا داك الشيء ديال البارح، لانه سبحان الله شي بدا يوصل الصيف كيبدا يجيك الخمول عاوتاني، كيبدا يجيك الخمول عاوتاني، تبداي تعرفي راسك تابعك الراحه وتابعك السفر وداك الشيء كصافي كديت ما تبقايش تحملي الكوزينه عشان كنولي ندخل لها غير بزز. ايوا ومن بعد ان شاء الله حتى الفيديو الجاي نبارطاجي معكم، لانه في هذا الفيديو هذا كنت عواله انني يكون فلوق طويل، ولكن كما شفتوا صورت لكم كنت باخر، كان غادي يكون في هذا الفيديو ديال هذا النهار هذا بارطاج بزاف ديال الحوايج، ولكن المورال طاح. صافي قلت خليت الفيديو الجاي وغن نقول لكم شنو كاين، تواصلت مع الطاشرون على وديت الدار وداك الشيء. المهم بزاف المعلومات اللي خديتهم من واحد السيد بصراحه ماشي من العائله، ولكن بحال تقولوا كيخدم مع ناس اللي من العائله ومناسب معاهم، يعني واحد بحال تقولوا ريحه الشحمه في شاقور، فعطانا بزاف المعلومات الصراحه. واخا لقيت دابا المشكل ماشي مع الحوايج اخرين، لقيته مع السيد اللي معايا في الدار، ولو كيطيحوا عليه افكار جدادين دابا يلا بداو كينزلوا عليه الافكار، ما راه كان باخر. راه قلتها لكم، قلت لكم راه دابا غادي تسمع هذا الموضوع هذا ديال ناخذ وما غناخذ، غنوليو في الشتا نقطع لك وبداو يولي تحراشوا بزاف الحوايج. ايوا خليو تشوفوا هادشي فين غادي يوصل، وحنا عند الله اللي فيها الخير اللهم اتينا بها. وفي نفس الوقت البنات انا قلت لكم بغيت غير حاجه فين الواحد يعني يتستر، منين يمشي للمغرب يلقى فين يستقر، يجلس يلقى راسو مثلا يجيب حويجات شي حاجه هكا كتلقاي فين تحطيهم، اما ماشي بغيت ندير هادشي باش نستثمر فلوسي. هذا غلط البنات شي يديروه ناس كيهزوا فلوسهم كيكونوا في الغربه شحال هو يدمر ويخدم وفي الاخر يمشي يستثمر فلوسه في الديور وفي داكشي، هذا راه غلط. يعني الفلوس بحال منعسهم، الفلوس خصهم يستثمروا في شي حاجه اللي تبقى تمول، يعني غتخدم حاجه غتجيب لك فلوس ماشي حاجه غتبقى ناعسه. هذا هو اللي كاين البنات. ايوا المهم البنات وجدنا الفطور حطيناه في الخبز بغيتي يجيبو لكم. اللي زوين فيه انه كيسترك وفي نفس الوقت بحال هنايا ما غاديش يبان داكشي ملصق، هذا اللي عجبني فيه انه مفرفر، راه كاينين اللي لاصقين، هذا مفرفر ما غاديش يبان داكشي ملصق. زياده حاجه اخرى بالنسبه لهنايا لتحت ديري لك هاد المينيه هادي والسروال، هانتوما شتو البنات مع السري وليولات، يعني شي حاجه اللي زوينه ومستوره مفرفر. كي جاك ارين هذا زوين. I'm going to swimming. نايس نايس. قولي لي البنات كي جاكم الله يعطيكم السر. البنات الصراحه غزال انا بعدا حمقني. كما كان البنات اللي بغيتو بحالو راه كاين الشيئين، كاينين بزاف الموديلات، كاين بزاف الموديلات، يعني شي حاجه اللي زوينه. مامي استوات كيعجبني فيك قلت لكم هاد اللعيبه. ها استوات بوت بايك استوات. سلام البنات، بعدا نكمل لكم، قلت ضروري نكمل لكم الفيديو لانه حتى المورال البارح طاح، ما قلت ما عندي ما قدرت ندير حتى شي حاجه، صافي جبت عليه بواحد النعسه باش صافي باش نترولاكسا. وفي نفس الوقت نهضر لكم في واحد الحاجه اللي زادت كملات عليا، دمراتني صيفطوها ليا الدار، عرفتي قلبي تهز من بلاصتو فاش حق الله العظيم، عرفتي واحد الحاجه اللي مهمه قلت والو غنقولها لكم. انا كنت بغيت نخلي لكم هذا الفيديو صافي تنشاركوا لكم مع الفيديو اللي تداري واحد التوا يلاه جا مع شي نجر في طوابل ولا ما عرفتش. ايوا قلت لكم انا لا اش غنقول لكم البنات، اول حاجه غنهضر لكم على البلان. زيد 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 لكم يدك زوينه زيد 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 زيد. الله 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 الحبيبات ديالي الحبيبات الزوينات، شنو وجهي كاع عامر حليب اش هادشي ديري مامي هو بوسي بيزو اوا دي اوا يا اوا. ايوا قلت لكم البنات نتمنى تكونوا كتسمعوني مع كاين شويه الريح سبحان الله، جيت جلست هذا بدا خدام والريح خدام. اول حاجه قلت لكم نقول لكم على هذه القضيه هي الاولى، عرفتي تخيلوا معايا الدار البارح صيفطوا لي واحد التصويره ديال واحد الوليد لا اله الا الله، غنحط لكم التصويره غير باش تشوفوا الدار، صيفطوا لي التصويره ديالو احتراما للام ديالو، ما تعرفوا تشوف الفيديو ولا الله اعلم، المهم ما تعرفوا شي حد يكون لعائلته ولا شي حاجه،
احتراما لهم خاد التصويره بارطاجوها هما بارطاجوها باش الناس ياخذوا العبره المدرسه ديالو بارطاجوها غيكون بالقبول ديال امو. الله يصبر امو والله يكون معاها. الدري يلا عنده 5 سنين مسكين كيقرا في وقيله غيكون في الروض حيت 5 سنين يلا الروض تخيلوا 6 سنين وقيله في التحضيري. تخيلوا معايا يا البنات اش غنقول لكم. الام صيفطات ولدها صيفطات ولدها للمدرسه وقبل ما تصيفطو عطاتو قليه تشيبس. يعني راكم عارفين حنا كنقولوا في المغرب تشيبس كما كان بطاطا وداكشي كنقولوا لها تشيبس اللي كتكون بطاطا كنقول لها تشيبس واخا تكون الماركه ديالها كما كانت. فمي عطاتها لي مشى الدري للمدرسه. الدري فين وصل للمدرسه شدو واحد الوجع رهيب هذيك اللي كتسجل الاستاذه ديالو. وكاين واحد في اوديو اخر شي واحد اخر وقيله من عائلته كيدوي على هذا الموضوع هذا. عشي شدو واحد الوجع رهيب رهيب جدا. ايوا قلت لكم البنات قلت لكم داك الوجع اللي شدو الدري مسكين بقى كيتوجع 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 بقاو غاديين صافي وصداوه في لومبيلونس ما جاو يوصلوا تداو الامانه امانته في لومبيلونس. حق الله العظيم يعني راه شي حاجه اللي قاصحه. ومنين داروا التحاليل والاطباء اللي قالوها لهم داروا التحاليل داكشي لقاو انه القليه اللي سبابه يعني لاداش ديالها ما سالاش الدري اوف وفاق كلا القليه يعني لاداش ديالها ما سالاش ما حتى شي حاجه كان السبب ديال الموت ديالو. عرفتي الدري صحيح في صحه نتوما نخلي لكم التصويره باش تشوفوا واخا انا غطي عليه وجهه الصراحه لانني ما نقدرش. والاخوان السلام عليكم كي دايرين لاباس. هاد الوليد هذا كيقرا معاه واحد البنيه بنتي وقع عليه واحد المشكل مسكين في المدرسه السبب ديالو هذيك التشيبس. الاستاذه راه كتلاحت هاد التصويره ولاحت هذاك الفوكال الناس قالت لك اللي كتعرفوه منبههم السبب هاد الوليد هو التشيبس وقرعه ديال الماء جابهم مع المدرسه. كلم الوالي ما جاو فين قال لك يوصلوا للسبيطار تما الامانه دا امانته. الله يعاونكم والله يجيب لكم التيسير والانسان اخويا يرد البال وصافي هادشي اللي غنقولوا. الله يعاونكم. شديت داكشي جمعته في الميكا لمتو ولحتو في السبيل حاشا ما عرفتي شريت القليه زعما كنشري راكم شفتو ديك المره ملي تقضينا بالكرو شرينا كرات مكثارين تقدروا يكون مش الكونترول ما مزيانش يقدر بزاف الحوايج يقدر يكون الكونترول ما هواش بزاف الحوايج ولكن تفاديا لهادشي يعني كما كان نوع نحيد لي هاد البليه حيت غنقدر نسافر مثلا نمشي لبلاصه اخرى يقولك بغيتها يعني بزاف مني غنضطر ناخذها لي فتفاديا لهاد المرض هذا لا بالنسبه لها ولا بالنسبه لي راه هي غنعطيها للقليه. قطعت عليهم هادشي السقاطه ديال الزنقه باي 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 السلام عليكم. الا شي حاجه اللي غنكون صايبتها بيديا عصير بيديا كلشي بيديا ما كاينش يشربوا الماء سالينا يعني بلي دوزو اللهم يبكي ولا يبكيوني نولي نوليو في شي حوايج الله يستر. فهادي قلت والو نقولها لكم والو 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 بعيني خصني نقولها لكم ضروري. عرفتي بابا صيفط عليا خوتي صيفط عليا حيت عارفين اني كنشري لهم السقاطه بزاف الدراري كندير لهم الخاطر فهادشي وكاين هادشي راه ما فيهش الخاطر. ايوا هذا ما كان البنات قلت لكم دابا البنات غنخلي لكم الاوديو ديال الاستاذه ديالو باش تسمعوا شنو اللي وقع بالضبط. هو البنات هاد الوليد الله يرحمه توفى اليوم. بغيت غير نقول لكم راه السبب هو تشيبس والله الا زعما اش غنقول لك كاع بقى فينا واخا انا ما تنعرفوش ولكن مع تيقرا عند بنت اختي في المدرسه اللي كتقري فيها ومو حتى هي استاذه في هذيك المدرسه حتى مو كتقري تمايا. ايوا مسكين توفى اليوم مسكين كلا غير تشيبس كتقول مو مداو السبيطار غادي في الطريق غادي بيه في لومبيلونس مات في الطريق كيل تشيبس هي اللي كلا وخرج من الدار ونيت هذاك الشيء اللي قالوا لي. ايوا بغيت غا نقول لكم الله يرزق مو الصبر وبغيت نقول لكم تشيبس والله الا تشيبس صراحه راه قسم كنشوف سبحان الله بغيتي والله تفرج في واحد البرنامج جميع. المهم انا بغيت نوصلها لكم. هو وسبحان الله بلي شاف لاداش راه غير هو طاح في الفيديو بارازار في الفيسبوك في لاداش قبل ما يقولوا لي الدار على هذا. تخيلوا معايا في البرنامج جايبين القليه جميع انواع القليه ولاداش ديالهم جديده كيحرقوا فيها دايره بحال النيلو ما كطفاش شاده العافيه مزيان. يعني قالك تخيل معايا الدري منين غيكبر كي غتولي المصارن ديالو البعد ديالو يعني غتولي مقتوله. فالله يجازيكم بخير كما انا خديت هذا الموقف تنشوف خذوا بعدوا لولادكم من السقاطه والمناضه والعواصر ديال الزنقه والقليه ديال الزنقه حاولوا تاخذوا لهم دانون شي حاجه بحال هكا مزيانه وصيبوا لهم عواصر طبيعيه في الدار.
هذا هو اللي بغيت نصحكم. البنات طلعت هنا باش نكمل لكم الفيديو. صراحه صدمني داكشي اللي شكلت والو. نقول لكم انا عارفين امهات تيتفرجوا فيا، الناس عندهم خوتهم عندهم وليداتهم. حتى انا بالنسبه ليا ما بقيتش ناخذ داكشي، انا ما بقيتش صراحه من اش غنقول لكم دابا شي عام ما بقاش عندي مع داك القليه وداكشي، وكيما يسمى شرا الدراري بزاف. راه شفارين حتى هي كنعطيها بعض المرات القليه مع كتعاند مع ارين، ما بقاش نعطيها ديك القليه ديال الدراري الصغار، وليت نعطيها القليه بحال ديال ارين. فهذا حاجه اللي شفتها اللي زادت عطاتني قناعه انني صافي خصني نجمع راسي والوليدات حتى هما نجمع معاهم الكر. دابا كان البنات ما بغيتش نطول عليكم بزاف، اليوم غنخرج نبدل ساعه اخرى لانني ستريسيت، وحتى الفيديو الجاي ونعاود لكم شنو الجديد. قلت مزيان نخرج نبدل الجو داكشي ونقول لكم شنو السبب علاش غنخرج، وهذا جايه شي حاجه زوينه ان شاء الله اللي غيعجبكم الفيديو الجاي. بيزو لكم كامل، بارطاجيو هذا الفيديو راه مهم بزاف لعائلاتكم خوتكم وجيرانكم وحبابكم. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.